بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، عنوان حلقتنا لا تكشف المستور. الحاجة اللي مغطية عندك تعريها، لأنه غادي يسوءك التعرية ديالها. تقول أحد دهاة العرب: ما قهرتني إلا جارية رأيتها حاملة لطبق مستور، فقلت لها: ماذا يوجد في الطبق؟ قالت: لو أردنا أن تعرف ما سترناه. معنى رحنا مغطيناه غير باش ما تسولش عليه، لو كان بغينا باش تعرف غادي نعريوه. لهذا احنا يا هكذا الناس ما نحاولوش نسترو اللي مستور عندهم، ما نحاولوش نكشفوه. فالناس كل واحد عنده شي جوانب اللي هي سيئة ديالو، ما نحاولوش بحكم انه هو ستر عليا. بمعنى الا بغى يتحداني كاع وغادي يمشي يدير داك الشيء اللي ما مزيانش قدامي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولكن في الوقت فاش هو ستر، فخلي انت مستور داك الامر وما يكونش عندك سوء الظن به وتقول لا راه داك الشيء داروا غير تظاهرا. اياه، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علما اليقيني المنافقون واحد بسميه ديال الاخر، بل لائحه ديالهم عطاها الحذيفه بن اليمان ولكن ما كشفوهمش. حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جال عند حذيفه بن اليمان وقال ليه: ماشي شوف فلان وفلان وفلان، قال شوف انا واش كاين في اللائحه ديال المنافقين. قال ليه: لا، ولن ازكي بعدك احدا ابدا. فلهذا كل واحد فينا عنده جوانب مستوره، فكما اننا احنا ما بغيناش يتكشفوا دوك الجوانب المستوره، وسيدي ربي ساتر علينا وسيقول احد العارفين بالله: لو كانت الذنوب ديالنا عندها الريحه كما العرق ديالنا عنده الريحه، لو كان واحد ما يقرب من الاخر. ولكن الستير سبحانه وتعالى ساتر علينا. فكذلك حنايا عندك نكشفوا ديك المستورات، نحاول باش تكون العلاقه ديالنا مع الناس علاقه مزيانه، بحكم انهم حشموا فينا واستحيوا منا، ما نمشيوش نحاولوا باش غادي نجسوا على المستور. نسال الله عز وجل الا يفضحنا بين خلقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.